السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. إذا التمس وكيل الجمهورية الفرنسي اليوم الاثنين عقوبة 10 أشهر سجن غير نافذة في حق الدولي الجزائري يوسف عطال. وكان محامي الدولي الجزائري يوسف عطال أكد بأن القانون الفرنسي غير مؤهل للخوض في قضية اللعب، والذي يواجه تهمة توقفه مع القضية مبررا ذلك أنه الواقع لم تحدث في مدينة نيس. ومن جهتها رد وكيل الجمهورية الفرنسي على مرافعة محامي عطال بأن القانون الفرنسي مؤهل لمقاضاة يوسف عطال، وقال: مكان إقامة عطال في نيس وعليه سيتم تطبيق القوانين القضائية الفرنسية. وأضاف: نحن أمام منشور على مواقع التواصل الاجتماعي للاعب يعيش في فرنسا منذ 5 سنوات ومتابعيه من جمهور نادي نيس. تابعت بالقول حسب ما نقله موقع ارامسي الفرنسي اليوم الاثنين شخص يعيش في نيس ولا يذهب الى الجزائر الا في مناسبات قليله. وكما اشار وكيل الجمهوريه الفرنسي بان يوسف عطال لم يقم بامور مماثله للمره الاولى، مضيفا: لقد قام باطلاق منشورات سابقه اثارت الجدل، هذا يعني انه سيكون هناك افلات من العقاب على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب الرسائل باللغات الاجنبيه المرسله من الخارج. وهنا بدوركم اعزائي المشاهدين، شاركونا الان بارائكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.